كان في غياب قصري على سنتين لبيروت ماراثون، ولكن رغم هالظروف الصعبة اللي نحن عم نعيشها قررنا انه نركض تحت شعار ركضة امل للبنان. واليوم اللي عم نشوفه هو قوة الرياضة وامكانية الرياضة انه تجمعنا تحت هالشعار اللي بده يرجع وعم بيرجع النبض لقلب بيروت. هيدا لبنان اللي بنعرفه، رجعت الاجواء الحلوه لبيروت. كنا بنتمنى انه العدائين الاجانب يجوا يركضوا معنا، اشقائنا العرب يجوا يركضوا معنا.